واحد في الرقبة واحد في الكتف مش هتلاقي في السن. تعالى علي هنا ورا علي اسمع الرابع انت ابراهيم الرابع لسه اطلع طب اطلع فوق طيب انت لا مش انا اليوم ماشي صح صح لا تقع لما كنت حرام الشكر هذا غالي غالي ايوه خمم بسرعه معايا ماشي زي ما انت قلت اربع علي طب انت ليه بيحكوا عليك؟ مش هيكونها فوق يا عم هنشيلها هنطلع اهي 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 خلاص هيك اهي اهو خير يلا بس ماشي واحدة واحدة اطلع كام يا اطلع كام ارفع انزل واحدة واحدة انزل واحدة واحدة عشان لا عشان تقع لا مساء الخير متابعين الغاليين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى يا رب عيد مبارك عليكم جميعا ان شاء الله من قدام بقى جزارة النيل في محافظة السويس جابين لكم عرض جميل جدا على اللحمة البلدي الصعيدي الجميلة بتاعت زمان طعم زمان بسعر زمان كمان تعالوا نشوف مع بعض بقى اهم القطعيات علشان العيد والاكلات الجميلة بتاعتنا وكمان نتعرف مع بعض على السعر والعروض اللي عاملينها النهارده المعلم احمد بقى معلم صغير في السن صحيح لكن معلوماته كبيره مش كده اكيد في كل اكيد اتكلمنا بقى على العرض اللي عاملاه جزاره النيل النهارده بمناسبه عيد الاضحى العرض اللي عاملاه جزاره النيل يعني احنا الاول كنا بنبيع ب 380 بس احنا عاملين عرض لاخواتنا وفي اماكن بتبيع ب 400 كمان في اماكن بتبيع ب 400 في اماكن بتبيع ب 400 بس هو الاستغلال يعني هو اللحم ريح شويه جميل اللحم ريح شويه ربنا عارف برضو بالناس وكده الاسعار نزلت شويه الاسعار نزلت شويه بقت حنينه بس ما نزلتش بدرجه 150 يعني بس احنا عاملين عرض لاخواتنا احنا مش عايزين مكسب ما ندورش على المكسب اهم حاجه ثقه الزبون واهم حاجه العميل يبقى واخد لحمه من عندنا وهو مبسوط اهم حاجه واحنا عندنا الناس عندنا الناس هنا ما بتتعاملش يعني مره كده وخلاص احنا عندنا الناس بقى لها 15 سنه ولا 10 سنين زمان زمان مكان من ايام الحج من ايام بدر قوي من ساعه ما المحل فتح وبرده احنا بصي قال يا اخت 350 اللحم الصغير مش الكبير اللحم الصغير ب 350 لحم البلدي طبعا اللحم البلدي اه بس الصعيدي اللحم البلدي الصعيدي ما بنحطش عليه ما بنحطش عليه دهن والكلام ده لا الكيلو صافي بس بياخد حتتين ملبسين مش ده اللحم اللي هي حتتين من الدوش لو حد يعرفها حتتين في فرق بين الدهن وال في فرق بين الدهن في فرق بين الدهن ده تاخديها 150 جرام 150 جرام لما تيجي تعمليها في كذا كيلو هتعدل معاك بس احنا حرام لما احط للزبون 150 جرام ولا 200 جرام في الميزان حرام طبعا اصل حته الدهن دي انت مش تاخديها تاكليها هو ياخدها يرميها
هتبقى انت ناقص الميزان كده ايه 800 جرام حرام. انما انتوا كيلو كيلو. الكيلو كيلو بس بياخد حتتين ملبسين، حتتين ملبسين يعني حتتين يعني حته زي كده ملبسه اهي زي دي كده زي دي حته ملبسه بس تتاكل مش اللي هي تترمي لا هتتاكل. في ناس بتحبها يعني بعد ما تتعمل حته ملبسه قوي دي، فناس بتجيب الرغيف البلدي وراح حاطه جواها وحبه الكاتشب من فوق بقى. خلص الكلام. هو ده كده. واللي عايز دهن فوق الميزان، اللي عايز دهن فوق الميزان بديني الناس كده يعني. واحد عايش في حتتين دهن مش هقدر اقول له لا اتفضل. واحد عايز حتتين دهن مش عامل بقى شرط. العروق دي ما طبعا اي حد اساسا بتبقى فوق الميزان. في ناس بدل ما تاخد الكيلو بتاخد كيلو وربع. طيب في المواسم زي دلوقتي كده وضغط الشغل في ناس كتير بتعلق شوادر لحمه، تنصح الناس بايه قبل ما يشتروا اللحمه؟ مش موضوع سعر وخلاص يعني. كلمنا على الاختام اهم حاجه. بس الشوادر دي لحم الزان. هو لحم الزان بيبقى مذبوح في الادبيه مش مذبوح هنا. وفي للاسف ناس بتذبح بره المجزر اصلا. ناس بتذبح بره المجزر. انما او كتير قوي شغالش معاهم. في ناس ما يعني في ناس ما بتشتغلش طبيعي ما ينفعش. لكن احنا بنذبح في المجزر. الناس بنذبح في المجزر. واهم حاجه المرعى كمان بتاع المرعى بتختلف طعم اللحمه وريحه اللحمه. اللحم الاسف بيبقى زفر. عندنا السرفان برضو اللحمه السرفان برضو احنا عندنا ما بتنزلش. عندنا السرفان عيال عيال عندنا العيال السرفان بتولد عيالهم بيقعد عندها ما بينزلش. احنا بنجيب السرفان يعني بنجيب السرفان دلوقتي شفت تلاقيه مجنون بيكسر في العربيه. لكن في خرفان تلاقيها هاديه في الشارع عادي متعوده. ايوه فعلا. لكن احنا خرفان ما بتنزلش يعني. احنا بنجيب الخروف الخروف تلاقيه هايج يعني اي حد بيشوف قدامه الخروف بيتجنن بيفضل يتشقلب يمين وشمال. نفس كذلك نفس البهايم. البهايم كذلك عشان ما بتشوفش حد، ما بتشوفش غير اللي بيعلفها هو ده بس، ولا حد بيطلع ولا حد بيجي. قول لنا بقى الناس اللي عايزه تعمل لحمه على فته، احلى حته لحمه للسلق والفته ايه؟ احلى حته لحمه للسلق والفته برضو الرقبه برضو للفته جميله قوي عشان بتبقى ناعمه. بتبقى ناعمه قوي. هي الفته عايزه الحاجه الناعمه مش عايزه الحاجه الناشفه. طيب والطواجن؟ الطواجن يعني عادي حته برضو ايه الطواجن حته بالكلاوي حته رقبه بس من الحته ايه الحلوه عشان الطواجن بتحتاج حته اللحمه الدسمه ما تحطش حته اللحمه ايه العامه. وبرضو اللي بتتعمل برضو طواجن اللي هي العكاوي برضو العكاوي اساس الطواجن. تمام. وفي كمان اللحم الموزه. في الموزه طبعا برضو من القطعيات الحلوه جدا. ايوه هي الموزه ما بتبقاش كتير قوي في العجل اصلا. الموزه يعني هي كلها مص الكتف ومص الفرخه ومص الفخده. حاجه بيقطعوا الزن بينزلوا اللحم. بيحط قطعة ملبسة مع اللحم مش دهن. والمفروم ب 330 جنيه. المفروم الكبير. المفروم الكبير ب 330 جنيه. المفروم الصغير برضه زي 350 برضه زي. طب في أرقام تليفونات ديليفري عايزين رقم التليفون. في أرقام تليفونات في رقم بيكون 012 تمام 012 12 75 56. ممكن لو حد حابب ديليفري مش قادر ينزل أو كده توفروا له حاجته ولحد البيت. إن شاء الله. مشكورك جدا وتسلم ايدك. العفو. مشروع معلم كبير انت خلي بالك يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله يبتدوا يقطعوا بقى العين. الله ينور. ده ايه ده بيت الكلاوي؟ ده حلو في الشوي؟ طبعا هو الفليتو بنفس ال بتشافي بقى العظم ده مش كده؟ لازم. في ناس على فكره بتاخدها بالعظم ده تطلبها ساعات بالعظم. لا لا الضاني بيسموها الريب اي. لا الضاني او يعني في ناس برضو ايه ساعات بتاخدها كده بالعظم انما هنا انتوا بتشفوها. لازم تشفوها. تسلم ايدك كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طبعا المفروم عندهم بيتفرم قدامكم ما عندهمش مفروم جاهز. مفروم اختار القطعيه اللي انت عايزها و...
ويتفرم قدامكم ب 330 المفروم الكبير. معلم ابراهيم، عايزين بقى نفرم قدام الناس كده ونوريهم اللحم المفروم اللي عندك. المفروم ب 330 كبير. اي حاجه ما شاء الله. ما شاء الله. وعلى فكره ده الزبون صاحبه مش موجود كمان، يعني ده هيروح اوردر، يعني ده امانه، ده طالع اوردر امان. احنا حضرتك هنفرم لك الحاجه هي قدامك، علشان احنا ما عندناش مفروم جاهز نهائي. ما شاء الله ما شاء الله. وبناخد حضرتك حتتين، تمام؟ تمام. يعني بناخد حتتين دي بقى عشان تطعم اللحمة. الحتتين الملبسين دي عشان تطعم اللحمة؟ تظبط يعني. ايوه عشان تظبط اللحمه دي. حضرتك اهي الحته الملبسه، دي الحته الملبسه. جميل. ده اللحم قلنا عليه ايه؟ ده اللحم الصعيدي، اللحم البلدي، اللحم البلدي بتاعنا احنا. دي السمنه، دي السمنه بتاعت زمان، دي السمنه بتاعت زمان، تمام؟ فدي حضرتك اهي، ده المفروم رايح اوردر اهو، ده مفروم رايح اوردر. بص حضرتك يا ست الكل، لازم ياخد حتتين الملبسين، تمام؟ تمام. ده حضرتك بياخد الحتتين الملبسين اهم اهو، والباقي كله احمر اهو. ما شاء الله ما شاء الله. الباقي كله احمر، فاحنا لسه حضرتك هنقلب، يعني احنا لسه هنقلب. بص حضرتك، بص اهي، دي السمنه بتاعت زمان اهي، دي السمنه بتاعت زمان اهي، تمام؟ الله يخليك يا ست الكل. يعني الموضوع مش موضوع سعر وخلاص. لا يا ست الكل، اهم حاجه دسم اللحم، كل ما يكون المرعى بتاعها كويس كل ما يكون الدسم بتاعنا. بص اهي دي العلامه بتاعتنا اهي، ده الدسم بتاعنا، احنا مش عارفين نمسك العده من كتر ما هي اللحمه ملبسه. ده الدسم والحاجه المرعى كويسه، ده المرعى كويس يا ست الكل. في ناس ممكن تشتري لحمه بقري بلدي، لحم بقري بلدي، البلدي بتاعنا هنا بتاع بلدنا، مش في اي حاجه كده ولا كده بفضل الله للاسف. يا ست الكل، ده ست الكل بقى، هو كل واحد وحسب مصداقيته مع الناس. انت بتعملها في الاول؟ في الاول دي وشين، دي الكفته الرز اللي في البيت. حاضر يا حاجة جاي معاك، حاضر. فدي ده الوش اللي الوشين، ده اللي هو بتاع الكفته، الكفته اللي هي الرز اللي في البيت، لكن عندنا الوش الواحد بس ده بيبقى بتاع تعصيب، تمام؟ هو بقى بيقول لك الزبون، بيقول ده بيبقى بتاع تعصيب. حاضر 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 حاضر، تمام. فده حضرتك اللي هو ده ايه، ده اللي هو الكفته اللي هو الرز اللي هي بتاعت البيت، تمام. طالع العميل مش موجود، يعني طالع العميل ولا لينا في شغل كده، ففضل اللي احنا عايزين ناكل الناس حاجه حلوه ومحترمه، لان هو ببساطه هو بيدفع فلوس، احلى حاجه. وحتى لو مش هيدفع برضه احنا عندنا ليه؟ فكر الناس بالعرض تاني. احنا عندنا ليه حضرتك؟ العرض ب 350 كيلو لحمه مظبوط، مش عليه دهنه، الدهنه خارج الميزان، الدهنه خارج الميزان، لكن لحمه احمر في ملبس ب 350 بس، تمام كده؟ تمام. العنوان أحمر، شارع النيل، العنوان شارع النيل جزاره النيل. خدمة الدليفري كمان، خدمة الدليفري بكرة إن شاء الله بأمر الله، لو إحنا برضو قصرنا في تقصير في الدليفري معلش غصب عننا، عشان ده موسم ضغط والله. كل سنة وأنت طيب. طيبة بالصحة والسلامة. رقم التليفون، ورقم التليفون حضرتك 012 12 75 75 56، في 010 16 10 66 73. شكرا جدا لكم، كل سنة وأنت طيب، تحت أمركم، عيد أضحى مبارك، وتحت خدمتكم كلها. شكرا ليك، تحت أمركم، شكرا جدا، كل سنة وأنت طيب، بالصحة والسلامة. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.